معي من دبي دكتور سليمان النيال، استشاري الأمراض الباطنية والهضمية في الكلية الأمريكية وزميل الكلية الأمريكية لأمراض الهضم. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور سليمان. 10% فقط من المصابين بالكبد الوبائي بي تم تشخيص إصابتهم فقط هذه النسبة بالمرض، لماذا؟ ستي، أولا المرض يعني منتشر عالميا خاصة في المناطق الآسيوية انتشار كبير، يعني 18% من الناس مصابين. في مناطقنا تقريبا بين 6 و8%. مثل ما قلت لحضرتكم يعني انه انتقال يكون الى احيانا في مناطقنا تحديدا، بس ما سمع دكتور سليمان. مناطقنا العربية يعني. ايه في مناطقنا العربية 6 ل 8% عدد يعني نسبة المصابين. نعم. الانتقال بيكون مثل ما ذكروا انه ممكن اذا كان السيدة مصابة بهذا وانتشار في اكثر المناطق الريفية والريفية، ما كانوا لا يفحصوا ولا يعرفوا مصابين ما المصابين، فلما بيولدوا ووقت الولادة تنتقل، يعني الانتقال مو عن طريق الدم والحمل وهيك، لا، وقت الولادة والولد عم بيطلع من رحم امه في دم وفيه فبياخذ الاصابة. إصابات الأطفال كثير أحياناً بتكون غير محسوسة، ما بيظهر الصفار وصورة الالتهاب والهيفي، بتدخل بشكل انفرادي وبتبقى مع هذا، وهدول كل الأطفال هدول أكثريتهم بتحولوا إلى مرض كبد مزمن. اللي بنصاب على كبر إصابة أخذها من هي شبكة إبرة، هي ريست برا اللي اسمه، هي بها خدام الادويه غير هذا الاشياء هاي بتنتشر. هلا بعد شوي رح اذكر لك الاشياء اللي بنتشر فيها، الطريقه اللي بتنتشر فيها المرض. هذول عاده بيحسوا بالحراره، القياء، الصفار، البول الاصفر الغامق، الخروج اللي هو الكاشف شوي، ماشي، بحسوا انه صار في معهم هيك، وبيروحوا بيعملوا التحليل وبيشوفوا هدول 90 أو 95% منهم بيشفوا. 5% اللي بتحولوا إلى التهاب مزمن. الالتهاب المزمن طبعا هو خطورة كبيرة، إنه يتحول بعدين بالتدريج بشكل تشمع الكبد، وتشمع الكبد يسبب سرطانات الكبد. هلأ اللي انتشر والحمد لله وتوجد هو التطعيم ضد الالتهاب الكبدي. انا وقت عملت دراسه بحلب في بنك الدم، وهدول تبرع الدم يعني تبرع اختياري، يعني المفروض صاحب بده يدخل على وظيفه بده يدخل هيك شيء بيروح يعطي تبرع الدم، فغير مصاب بشيء المفروض. نعم. لقينا انه 8% عندهم حاملين هالفيروس. شرح وافي جدا، اشكرك جزيلا من دبي دكتور سليمان نيال، استشاري الامراض الباطنيه والهضميه، شكرا.